السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعمل سندوتشات الدجاج بالذرة، وجبة سهلة وسريعة وفي أقل من ربع ساعة بتكون جاهزة. قبل ما نبدأ بالعمل اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يصلكم كل جديد. لهاي الأكلة رح نحتاج لصدر دجاج مقطع شرايح، عندي هنا كيلو، وثلاث بصلات حجم متوسط فرمتهم ناعم، وذرة 2 كوب، وهيل وأوريجانو وملح وفلفل أسمر وكريمة طبخ، وطبعا رح نحتاج لزيت نباتي وجبنة مبشورة. صدر الدجاج غسلته بمية وطحين وزيت وشوية خل وقطعته شرايح، والبصل فرمته ناعم بهذا الشكل. الأولاد مش دايماً بحبوا قطع البصل تكون ظاهرة بالأكل، فأنا هنا بضيفها بشكل ما بيبان مع الطبخ وبضمن إنهم يستفيدوا من وجودها بالأكلة. والذرة لو حسيتوا إنها عايزة شوية استواء اغمروها بمية وشغلوا عليها النار لغاية ما تستوي الحبة منيح. في مقلاية على النار بضيف معلقتين كبار زيت نباتي، وبس يحمى الزيت بنزل عليه البصل، بشوحه حتى يدبل مع إضافة نص معلقة صغيرة من الملح، والأفضل تكون النار عالية حتى ما يطلع منه مية. بشوحه بس مجرد يدبل لأني ما بدي لونه يتغير. وبعد تقريبا 5 دقايق دبل البصل هضيف عليه الذرة وحركهم مع بعض حتى يتجانسوا منيح، وبضيف نص معلقة صغيرة فلفل أسمر، وبشوف بعد ما ضفت الذرة إذا بيحتاج ملح بضيف له كمان شوية. بدنا ننتبه إنه الكريمة والجبنة المبشورة بيحتوى على نسبة من الملح، فرح ناخد بالنا من إضافة الملح بهاي الأكلة. بعد ما تم الاستواء بشكل جيد رح أحط هذا الخليط الجاهز في طبق جانبي، وبنفس هذه المقلاية رح نشوح صدور الدجاج فرح أنظفها من أثر الذرة والبصل. وزي ما حكيت بنفس هاي المقلاية حضيف معلقتين كبار زيت نباتي، وبس يحمى الزيت حنزل عليه صدر الدجاج وبحركه حتى يتحول للون الأبيض، وبتركه على نار عالية وبحرك كل شوية حتى تنشف أي سوائل نزلت من الدجاج. وهيك مع التحريك بعد 5 دقايق تقريبا ما في أي سوائل. هنا بضيف الأوريجانو حوالي معلقة كبيرة، ومعلقة صغيرة هيل، ومعلقة صغيرة فلفل أسمر أو حسب رغبتكم، وبالآخر بضيف الملح. بحركهم مع بعض لغاية ما أتأكد إنه الدجاج استوى تماماً. في خطوة ممكن تعملوها عشان يستوي عندكم الدجاج بشكل منيح، بوطي النار وبغطيه وبخليه لغاية 5 دقايق، بعدين حلاحظ إنه قطع الدجاج استوى تماماً. وبعد ما تأكدت إنه الدجاج استوى تماماً حضيف عليه الذرة والبصل اللي جهزتهم، بخلطهم منيح مع بعض، بتركهم على النار مع التحريك تقريبا دقيقتين. هاي الأكلة فيكم تاكلوها سندوتشات أو ممكن بجانب الرز. والخطوة الأخيرة راح نضيف الكريمة السائلة والجبنة المبشورة، وبحركهم كتير منيح مع بعض، برضو برجع بخليهم على النار لمدة دقيقتين مع التحريك. لو حبيتوا تاكلوا هاي الأكلة مع الرز ممكن تضيفوا شوية مية حتى تصير سائلة أكتر. وهي أكلتنا أصبحت جاهزة، لو تركناها حنلاحظ إنها جمدت عن هيك شوية وحتساعدنا لما نحطها بالسندوتشات. بطفي عليها ورح نجهزها وبشوفكم بالمرحلة النهائية.
هالأكلة كتير سهلة وبسيطة، جربوها وإن شاء الله رح تعجبكم. وألف صحة وهنا.